مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم الجديد في قناة مطبخ أميرة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم السلم اللي غادي يكون في بيم إن شاء الله الجمعة الجاية. السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام بنياتي وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم متتبعين أميرة، كنشكركم بزاف على الشكر ديالكم واللي كنتو الإطراء اللي قلتو لي الزوين. شكرا بنياتي، الله يحفظكم وين تجيكم. اليوم بنياتي غادي نشرح لكم هاد السلوم اللي غادي يديروه الأسبوع الجاي، نهار الجمعة الجاية. شحال التاريخ؟ لا، هاد الجمعة هاد الجمعة غادي يديروه. حنا فايتين شرينا 17، دابا حنا شرينا هادي عام، هادي باش شريت هاد السلوم، بان لي نيت ونفس الثمن ونفس الكاليتي ونفس كل شيء، كان حط جابوه بيه وكنت محتاجه ليه، لان انا عندي البلاكارات بزاف، في البلاكار ديال الحوايج ديال الملابس، وعندي بلاكار دي في الكوزينه ديال المواعن ديال الاواني ديال المطبخ، كنحتاج وكنبغي نطلع كنبغي نطلع لفوق فوق من دوك الرفوف الفوقاني اللي كيجيني عالي، شريته على قبل باش نطلع عليه باش نقرب ليا الحوايج يكونوا عالي. مني شريته بان ليا زوين ورخيص، وداكشي 199 درهم، هي 200 درهم، ماشي غالية. قلت ناخدو نعاون بيه الشقة، الساعة لقيتو راشي، وليت كنخاف لنطيح. كيف كنطلع هاد ربعة الرفوف اللي كنطلع، كنتوما كتشوفو مهرولة فينا في قاعدة، كنتهلا في الحاجة من داكشي، كنشريها كنديرها في عينيا، كنحسحها ونقادة وكنحطها في واحد القنت، كنطلع عليها كيبدا يتزعزع بحال هكايا، كيبدا يتزعزع وكنحس بهاد هاد هاد الرجلين كيبداو يتفرشوا، يعني كيبداو يتفرشوا. قلت هذا شنو هو غادي يطيحني نولي في مشاكل، اش ولي درت لي بنياتي، انا غنوريكم. ها هو مطوي، هو هذا كتحطيه ساهل، كتحطيه في جهه، كتحطيه في واحد الجهه، واخا تكون لك جنب شي بلاكار جنب شي ماريو، كتحطيه ساهل في الرونجمون، يعني في الاطراف، فهمت الدريات؟ مني كنحلو وكنستعملو، ها انتوما دنياتي، كنلقى هاد السيفور عنده راشي، هادشي عنده كلشي راشي، يعني هاد الحديدة رقي وقين، هادشي كلشي رقي كيبدا يتفرش. درت ليه طريت، درت ليه واحد القنبة، ها انتوما كتشوفو، كتبان لك أمنية القنبة، درت هاد القنبة هي باش ما يتفرش ليا، راه كندير واحد القنبة غليظ، راه حيدتها نقصتها في وقت التصوير باش نخليها ليكم. قلت نحيدها حشومه تبان لبنياتي، راه دايره قنبه كبير غلط من هذه في هذا الجن، باش ملي نبغي نطلع كنخاف كنكالي مع شي حيط، باش كنطلع ولا طلعت انا ولا طلعت اميره، كواحد فينا كيشد الاخر، لان ما كنتيقوش فيه، لانه راشي، يعني ماشي تقيل، شاد بلاصتو. ماشي بنياتي، بغيت نشرح لكم بنياتي، ماشي بحال الكيلوات اللي كيقولوا، وقالوا 150 كيلو، راه ما كاينش 150، حنا ما فيناش 150 كيلو، حتى 50 كيلو ما كيزيدش، 50 كيلو بنتي فيها اقل من 50 كيلو كطلع كتولي تزعزع فوق من فوق من هاد السلوم. وبنياتي بغيت نشرح لكم بنياتي بلا ما تاخذوه، انا بنياتي ملي كنشرح لكم كنقول لكم واحد الحاجه مجرباها، جربتها، يعني ملي جربتها وصدقت ليا، كنقول لكم صدقت ليا، الا ما صدقتش ليا راه ما صدقتش ليا، بحال هذا راه ما صدقش ليا، ما صدقش ليا، ما بلا بنياتي غنقول لكم ما نتوش قبل الشراء بلا ما تشريو، حسن شريو من الدروغلي، لقيتو تا شريتو انا، لقيتو في الدروغلي نفس الثمن ديالو، صح منه صح منه، ما كيتزعزعش بحال هكايا، ما كيتفرش، ملي تفطر ملي كطلعي فوق منه كتحسي بيه غيتفرش بك، كوليت كنخاف منه بنياتي. دوك انا كنصحكم بنياتي بلا ما تشريوه هاد المنتوج هذا، بلا ما تشريوه بنياتي، هذا عام عندي دوكايا مباع عندي، هانتوما شوفوا ما كيصدي ما والو، ما صدى ليا ما والو، العيب فيه هو انه كيتزعزع، ولا كنتو عندكم شارينو ولا بغيتو تشريو، يعني تحت منو ديرو شي طابيون شي كالاج، مي تبغيو طلعو كاليو بيه لا تزرقو ولا شي حاجة، هادشي لي غنوصلكم بنياتي. اما هو راه عندو الماتيغ ديالو، ما كتصدي ما والو، ما كيصدي ما والو، هانتوما عام عندي، وانا كنتهلا حاجة لا شريتها كنتهلا فيها، نمسحها نقادها، يعني بحال شكل الفران اللي ديال بيم ني شتو ديال تركيا، هذاك الفران شحال من وحده شافته قالت لك راه عندها راه جديد، هو ماشي جديد عندي كثر من 4 سنين، انا كنتهلا في الحاجه، وقبل ما نصوروا لكم راني دوزت عليه واحد المسيحه بالخل وبالبيكربونات، وضروري ما غاديش نعطي لكم نحطوا لكم في التصوير وكحل حاشا بنياتي في وجهكم، نتوما عزازين عليا، خاصنا نمسحوا الحاجه ونقادوها ونستيكيوها ونحطوها في التصوير،
دوكا هانتي تشوفوا دوكا اللي غادي يشوفوا دوكا غادي يقول لك راه جديد وهو عنده عام هو باقي حتى في البلاك هذا مابقاش نحيده لان هاد كتكالي ليا نبغي نطلع باش ما نزلقش كنطلع به بحال هكا عرفتي شكون كان كنطلع انا كنطلع كنتولي كنتزعزع بحال هكا خاص لي يشد بيا كنخاف يعني الله يحفظ شي واحد ويطيح ولا الله ينجيكم هاد البلاك راه عندي ضروري خصني نطلع الفوق وعندي البلاك تاع الكوزينه هذا علاش شريته هكايا جاني رخيص وشريته ومن بعد من اكتشفت انه ما كندير وليت كنخدم مع عقلي وصافي بنياتي وشكرا بنياتي معلومات البنات بغينا نفيدوكم باش لا تشريو المنتوج تعرفوا شنو بزاف اللي سولوا على السلوم وانا عندي سلوم علاش ما نشارككمش الافاده وكنا نستافدوا وبالنسبه للفران كنتو كتبتوا لي في التعليقات انكم باغين تشارك معكم ماما طريقه الخبز وطريقه كيفاش دير الكيكه حنا ما نسيناش هذا هذا الفيديو وحنا ان شاء الله غادي نحطو غير ديروا الجرس باش توصلوا بالجديد غير ورا هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون على الفران غادي نديروا الكيك وغادي نديروا طريقه الخبز وغنوريكم الطريقه الصحيحه باش كيفاش تخدموا الفران التورتي راه زوين بزاف وكنشكركم على المشاهده وغنخليكم تشوفوا الكتالوج ديال هذا البيم ديال 17 يناير الجمعه 2020 باش تشوفوا الكتالوج شنو غادي يكون فيه واي سؤال ولا اي اللي بغيتو كتبوا لي في التعليقات ديالكم وانا غادي نجاوبكم وشكرا وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد وشكرا على المتابعه ومع السلامه.